كلنا داخلين على موسم امتحانات آخر السنة، حالة الطوارئ اللي بنعرفها وبنشوفها في كل البيوت بدأت بالفعل. كل البيوت المصرية بتحاول إن هي توفر الأجواء المناسبة للمذاكرة لأبنائها، توفر كل العوامل اللي ممكن تساعد الطالب إن هو يركز، توفر الهدوء اللي يقدر بيه يلم المواد والدروس والشتات قبل دخول هذا الموسم. أهم حاجة بقى في الوقت ده يا مصطفى ما يكونش فيه قلق وتوتر على الفاضي، لسه قدامنا وقت كفاية يقدر الطالب يذاكر فيه الدروس اللي فايتاه، يقدر يأكد فيها المعلومات اللي هو عارفها، ويقدر كمان يستوعب معلومات جديدة. أما بقى بالنسبة لأولياء الأمور والأسرة فعليها دور مهم جداً في إنها تحاول تقلل شوية من فكرة الضغط اللي بيكون موجود على الطلاب اللي هيمتحنوا، لأنه مفيش تركيز ولا تحصيل ولا مذاكرة مع الضغط والتوتر وفكرة المقارنات يا مصطفى والمعسكر اللي بيتعمل في البيت، وتحسس إن الطالب يعني إن هو مش داخل يمتحن، ده داخل يحارب. أي ليه؟ يعني هو في الأول في الآخر لازم يكون هو نفسه مستعد نفسياً عشان يقدر يستوعب المعلومات من غير ضغط، إما هيبقى استيعابه بسيط جداً. ده حقيقي جداً، متفق معاكي، ويمكن إحنا أجيال مرينا بالحالة دي من حالات الضغط، عشان كده بننصح بيها الأجيال الجديدة إنها ما تحصلش. كل المطلوب من الطالب في الحقيقة إن هو يجتهد، إن هو يحاول يستوعب الدروس، إن هو يحاول يفهمها بشكل كويس، عشان زي ما حضراتكم عارفين أسئلة الامتحانات بقت بتعتمد أكتر على الفهم، على استيعاب الدروس، ما بقتش زي زمان أسئلة من نوعية اكتب ما تعرفه عن. الأسئلة بقى معظمها اختيارات من متعدد. الأسئلة دي أو نوعية الأسئلة دي محتاجة منك إنك تكون فاهم المادة كويس جدا مش حافظها، لأن أنت لو حاولت يعني تتفزلك هتروح في داهية. عارف أسئلة اكتب ما تعرفه عنه، تحس إنه بيتحداك يعني. طبعا وريني أنت هتعرف إيه. فعلا كانت نوعية الأسئلة دي كانت صعبة جدا. أيوه. وكانت موترة جدا، ودايما بتحس إن في حاجة ناقصة طول الوقت. وبالنسبة كمان لفكرة المذاكرة يا مصطفى، كل بيت مصري ليه كده معسكر زي ما بنقول. أيوه. وقت الامتحانات ده حقيقي. ومع إن أنا بابا كان الله يرحمه كان عنده يعني طريقه كده كانت لطيفه جدا، وانا كنت مستغربه يعني. في وقت الامتحانات ماما تبقى مشدوده جدا جدا جدا، وهو ياخدك يخرجك اخر مثلا في الويك اند ولا اي حاجه خالص. فبقول له طب يعني ماما كانت تقول له طب ليه كده، يقول لها ما هي بسيطه، هي عندها دروس طول السنه بالظبط، فالدروس دي هي لازم تذاكرها طول السنه، فهنيجي اخر السنه هتبقى هي ملمه الحاجات اللي عندها. فالموضوع بسيط وهادي، مش لازم وقت الامتحانات ده الضغط الرهيب. أيوه. وفكرة المقارنات وشوف ابن خالتك عمل ايه، وبنطنط عفاف جارتنا في الدور الخامس عمل ايه. ملناش دعوة يا جماعة، كل طالب ليه قدرة استيعابية وليه مهارات فردية بتاعته. صحيح. بس طبعا اهم حاجه انا كده برضو عشان الطلاب ما يطلعوش يقولوا بص هو احنا بنشجع على لا، ما ده معناه ان انتوا تذاكروا برضو. يعني لازم لا، هو الفهم اهم حاجه. يعني هو ربنا بيحبهم عشان ما دخلهمش نوعيه الاسئله اللي احنا زي ما انت قلت كده اكتب ما تعرفه عن. احنا كان عندنا المشكله الحفظ اكتر. دي حقيقه. تلقين احفظ 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 وخش قول كل اللي قلته، بعد ما تخلص الامتحانات تنسى كل حاجه. طبعا دي مصيبه، وده يعني سبب ازمات متعدده، ان احنا فهمنا التعليم غلط، احنا جيلنا فهم التعليم غلط. التعليم فهم طبعا بالراحه، مش الموضوع مش عافيه. فاعتقد الاجيال دي او الاجيال الجديده ربنا بيحبها، يعني ما بقاش عندها الموضوع ده، يا ريت تستغل الموضوع ده. يعني هم عندهم فرصه ذهبيه. الامتحانات عندكم في البيت كانت ايه؟ ده يا نهار ابيض. والله العظيم كان معسكر، كان التليفون يتشال محدش يتكلم خالص، مفيش التليفون محدش يتكلم. قد قرايبنا احنا عندنا ثانويه عامه مثلا، محدش يزورنا اخر شهر ده، محدش يزورنا. والله العظيم اكلم بجد، قسما بالله ما بهزر. تصحى تذاكر، تنام تذاكر. فكنا بنهرب من الكلام ده، احنا بنذاكر بالليل. دي حقيقة. لا بس احنا كنا بنذاكر الضغط العصبي. لا 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 لا، كان ضغط عصبي. احنا ذاكرنا واحنا كنا اجيال الحمد لله يعني مقدره المسؤوليه وبتفهم، بس احنا كان عندنا فعلا مشكله التلقين دي. احفظ 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 يا جماعه، الموضوع مش كده. انت لو فهمت الموضوع خلاص، الموضوع مش 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 محتاج عافيه يعني. فاعتقد ان دي ميزه عند طلاب النهارده، ما عندهمش الضغط النفسي اللي كان عند الاجيال اللي قبلهم. استغلوا بقى الميزه دي، يعني ربنا اداكم ميزه حلوه. واعتقد كمان ان احنا تخطينا فكره كليه القمه الحمد لله، عديناها بالظبط. كمان هنعمل يعني اكتر من كده. تعليم وتعلم.
والله على اي حال النهارده عندنا فقره مهمه للطلاب، ازاي يستقبلوا امتحانات اخر السنه باكبر قدر ممكن من المعلومات والاريحيه النفسيه والفهم والتحصيل، وازاي يقدر يلم المواد في الايام اللي جايه قبل بدء الامتحانات بشكل كده سهل وبسيط، وكمان هنعرف اولياء الامور ازاي يقدروا يتعاملوا مع اولادهم قبل ايام الامتحانات. كل ده هنعرفه مع حضراتكم خلال حلقتنا النهارده، لكن دلوقتي بنصبح عليكم مره تانية. صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير يا مصر.